Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ I am feeling good. أنا اليوم ماني مريضة. كتير مرتاحة. I am excited. وكمان كتير محمسة حتى أتعلم أشياء جديدة. Are you excited? هل أنتو كمان محمسين؟ اليوم بدنا نتعلم كلمات كمان جديدة وبدنا نعمل exercises. وهلأ بدنا نسمع لأغنية كتير حلوة عن العائلة. Are you ready? خلينا نسمعها وأنا برجع لكم بعد شوي. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. You too. أصدقائي حبيتوا الأغنية؟ عن شو بتحكي؟ عن العيلة. The family. كتير مهمة العيلة. حبيتوها؟ أنا كتير حبيتها وبدي أحفظها للأغنية. بس كمان بدي أرجع أتذكر بعض الكلمات يلي تهجيناهم بالحلقات السابقة. Are you ready؟ تتذكروا سارة؟ تعالوا نشوف شو صار مع صديقتنا سارة. Which part of your body؟ في عنا 20 words عملنا لهم circle هيدي كل مرة وهلأ بدنا نرجع نتهجيهم مع النص كله. جاهزين؟ خلينا نبلش. Yesterday. Yesterday يعني الأمس. Morning. Yesterday morning يعني امبارح صباحا. Sarah woke up. يو هون لفظت مثل umbrella. The short sound up. Sarah woke up. كي لفظناهن هون ك sick. Yesterday morning Sarah woke up sick. شو صار امبارح الصبح؟ Sarah استيقظت مريضة. She تتذكروا she I you he she thought تتذكروا شو قلنا عن thought. It's a special word يعني كلمة مميزة بدنا ننتبه كيف عم نلفظ الأحرف فيها. ث قلنا نحنا هودي كلهم نلفظهم أو ث أو thought she thought فكرت. She had a cold. She thought she had a cold. فكرت هي إنه عندها رشح مرشحة أو عندها زكام. But she didn't. She thought she had a cold. But she didn't. بس ما كان عندها. She thought نفس الشيء. She had a fever. تتذكروا قلنا fever is a special word كلمة مميزة. أول إي بلفظها إي، تاني إي بلفظها أ. Fever. She thought she had a fever but she didn't. شو يعني fever؟ الحمى. فكرت بالأول إنه هي مرشحة أو عندها زكام. But she didn't. ما كان عندها زكام. She thought she had a fever. فكرت عندها الحمى. بس كمان ما طلع عندها. She thought إلا نحن هول كلهم نلفظهم أو. Thought she had the stomach.
stomach. The stomach flew. Flew. قولوا من ورايا. Flew. Flew. She thought she had the stomach flu. شو يعني stomach flu؟ بتعرفوا لما يفوت فيروس على بطننا أو على المعدة تبعنا ونصير نستفرغ ونراجع، شو بيصير معنا؟ ببلش الوجع كمان يزيد، بيكون عنا فيروس، منقول stomach flu. She thought she had the stomach. إلا نحنا بستومك C والH ما منلفظون تش، منلفظون ك. Stomach flu. But she didn't. Didn't. But she didn't. كمان ما عندها مشكلة بالمعدة. شو معقول تكون المشكلة؟ تعالوا نكمل قراي. Sarah's. Sarah مع S. Sarah's mom. Mom decided. Decided. تهجيناها قبل. قسمناها ل 3 parts. Sarah's mom decided to take silent E كأن مش موجودة. Take. هون شو عندي أنا؟ The kicking K. Sarah's mom decided to take Sarah to the doctor. تتذكروا؟ إلنا سي بي دكتور نلفظها ك. دك دك تر دكتور طبيب. فإذا سارة's mom إما لسارة شو قررت؟ decided قررت to take Sarah to the doctor. قررت تخدها عند الطبيب حتى تشوف ليه سارة مريضة. She helped Sarah put on warm. تتذكروا قلنا warm it's a special word. الA بلفظها O. Warm. Want كمان. Warm clothes. قلنا هون TH لفظناها ذ. قولوا معي clothes. كأنه الإي مش موجودة هون. دغري بلفظ S. Clothes. She helped Sarah put on warm clothes. يعني ساعدت سارة لحتى تلبس. Put on يعني تلبس. Warm clothes. تياب بتدفى. يعني سميكة بتدفى. Fall. ليه لفظت الأي أو هون؟ لأنه في وراها double L مثل all. لما أقول أنا الجميع all الأي بلفظها O. في وراها 2L double L. ف all fall يعني الخريف. ه أ had arrived fall had arrived. أي فصل هني كانوا بفصل خريف. عنا fall خريف، عنا ربيع spring summer صيف، وشتي winter. هني بالفول. Fall had arrived and it was when windy. هون واي اي windy. Fall had arrived يعني وصل الخريف. And it was windy كان الطقس عاصف. تتذكروا windy يعني في عواصف. Snowy في ثلوج. Rainy في أمطار. Sunny يعني الشمس مشرقة. تذكرتون؟ Excellent. Was windy out. OU هون لفظناها out side silent E كأنها مش موجودة. Outside. Fall had arrived and it was windy outside. وبالخارج كان الطقس عاصف. She didn't هون special word كلمة مميزة بلفظ الأي فيها O. Want. She didn't want Sarah to feel cold.
ما كان بدها سارة تحس بالسقعة أو تبرد. كرمال هيك عطتها warm clothes. منكمل آخر جملتين. سارة وهقة was to. عنا 2 O. أو عملوا معي 2 O. أو ت أو to. تاي ته اي تا tired. tired يعني تعبانة. سارة was too tired. كانت كتير متعبة. was too tired to move. هيدي silent e كأنها مش موجودة. move. سارة was too tired to move. كانت كتير تعبانة مش قادرة تتحرك. سارة's mom had to help سارة move. silent e. her arms. A the letter A مثل A short sound مش A طويل الصوت الطويل short sound. arm arms and leg legs legs. فإذا سارة's mom had to help سارة كان عليها إنه تساعد على سارة move her arms and legs حتى تحرك إيديها وإجريها. arms arm يعني ذراع ما كانت عم تقدر تحركهم. إجريها الرجل leg كمان ما قدرت تحركهم. ليه؟ لأنها مريضة. أصدقائي شفتوا كيف تهجينا الكلمات؟ تذكروا كان عندنا special words كلمات مميزة لفصنا الأي فيهم أو مثل warm مثل want. وعندنا thought كمان special word لفصل الـ O والـ U والـ G والـ H. O th O t thought. عندي fever special word عندي الـ E بالأول تاني وحدة لفصل A fever. stomach special word C والـ H بدل ما أقول ch قلت ك stomach. فإذا حبيتوا القصة أنا عندي بعض الأسئلة على القصة بس قبل رح أرجع أقراها على السريع ونتذكرها أنا وياكم مع بعض. جاهزين؟ خلينا نبلش. Yesterday morning يعني امبارح صباحا سارة woke up sick. استيقظت وهي مريضة. She thought she had a cold. فكرت إنها هي مرشحة أو مع زكام. But she didn't. بس ما كان هيدا مرض. She thought she had a fever. فكرت إنه عندها الحمى. But she didn't. She thought she had the stomach flu. فكرت إنه عندها بمعدتها التهاب وفيروس عم بخليها تتضايق وتتوجع. But she didn't. ما كان عندها لا cold ولا fever ولا stomach flu. Sarah's mom decided to take Sarah to the doctor. قررت إمها تاخذها عند الطبيب. She helped Sarah put on warm clothes. ساعدت سارة حتى تلبس تياب بتدفي. Fall had arrived. وصل الخريف. And it was windy outside. كيف كان الطقس برا؟ Windy. عاصف. She didn't want Sarah to feel cold. ما كان بدها سارة تشعر بالبرد. Sarah was too tired to move. كانت سارة كتير تعبانة ما عم تقدر تتحرك. Sarah's mom had to help Sarah move her arms and legs. كانت إمها عم تساعدها لحتى تحرك إجريها الذراع تبعها. Sarah liked going to Dr. Waleed's office. كانت تحب سارة تروح عند الطبيب؟ Yes, Sarah liked going to Dr. Waleed's office. He first listened to Sarah's heartbeat. شو يعني heartbeat؟ نبض القلب. أول شي شو عمل؟ حط سماعات وجرب يسمع لنبض قلبها. He put his hand on Sarah's forehead. حط إيده على جبينها لسارة. You don't have a fever, he said. أنت ما عندك الحمى. ما في عليها حرارة. Let's see which part of your body is hurting. ألا خلينا نشوف أي جزء من جسمك عم يوجعك. Is it your throat?
asked Dr. Waleed. Sara answered, No, ما يوجع من هون ما يوجع حلقة. How about your stomach? معقول تكون معدتك؟ Tried Dr. Waleed. No, answered Sara. لا. Your shoulders? Or elbows? الكوع. Elbow. كمان ما كانوا عم يجعوا. Your knees? Your knees? Or feet? أو أقدامة. Went on Dr. Waleed. عم بجرب يكتشف وين عم تتوجع. فإذا ما عندها وجع لا بالنيز يعني بالركب تبعها ولا بالفيت. Not a bit, قالت له سارة ولا شوي. Let's check your ears now. قرب بده يشوف إذا الوجع بدينايا. Ouch, ouch, cried سارة. صارت تصرخ سارة. Finally we got it. عارف شو المشكلة دكتور وليد؟ المشكلة وين؟ بدينايا. هلأ عندي أنا طلعوا على البورد، عندي تمرين بدنا نعمله على السريع. في عندي جمل بدنا نقول إذا صح أو غلط. True صح أو false غلط. See if each statement is true or false. Sara did not have the stomach flu. ما كان عندها التهاب بالمعدة. صح أو غلط؟ صح، كان عندها مشكلة بدينايا. فإذا this is true، حطي. Sara put on her clothes by herself. لبست لحالها. False. إما ساعدتها ما كانت عم تقدر تتحرك. فإذا false. It was not winter. ما كان الشتاء. صح. أي فصل كانوا؟ Fall. Fall had arrived. فإذا true. ما كان فصل الشتاء. Sara liked going to Dr. Waleed's clinic. كانت تحب تروح عند الطبيب. صح. True. Sara's elbows hurt. الكوع تبع سارة كانوا عم يوجعوها. False. شو كان عم يوجعها؟ Her ears. Sara's ears hurt. True. كانوا دينايا عم يوجعوها. أصدقائي، إن شاء الله تكونوا ركزتوا على الكلمات اللي قريناهم ودربتوا عليهم منيح. خلونا هلأ مع بعض نحضر الفيديو مرة جديدة حتى نسمع كيف عم ينلفظوا الكلمات. أنا برجع لكم بعد شوي. Which part of your body? Yesterday morning, Sara woke up sick. She thought she had a cold, but she didn't. She thought she had a fever, but she didn't. She thought she had the stomach flu, but she didn't. Sarah's mom decided to take Sara to the doctor. She helped Sara put on warm clothes. Fall had arrived, and it was windy outside. She didn't want Sara to feel cold. Sara was too tired to move. Sarah's mom had to help Sara move her arms and legs. Sara liked going to Dr. Waleed's office. He first listened to Sarah's heartbeat. He put his hand on Sarah's forehead. You don't have a fever. Let's see
Which part of your body is hurting? Is it your throat? No. How about your stomach? No. Your shoulders or elbows? Your knees or feet? Not a bit. Let's check your ears now. Ouch! Ouch! Finally, we got it. أصدقائي، إذا نحن وعم نقرأ شفنا بقلب الجملة كلمة ما منعرف معناتها. كيف منقدر نكتشف معناتها؟ بتعرفوا كيف؟ رح أعلمكن هلأ كيف منجرب نكتشف المعنى حتى لو ما منعرفه. طلعوا بهيدا التمرين على اللوح. Choose the best meaning. أنا بكل جملة في عندي كلمة ما بعرف معناتها، رح حط أنا تحتها سطر، وعندي بآخر الجملة two options، عندي خيارين بدي جرب اختار بيناتهم أي المعنى الصحيح، بس بدي جرب أنا أحزر المعنى من خلال الجملة. شوفوا كيف. أول جملة بتقول Now we are young، يعني هلأ نحن صغار أو يافعين. When we grow up، لما منكبر. We will be adults، رح نكون adults. شو يعني adults؟ في عندي two options، teachers، معلمات. الأوبشن الثاني grown ups، يعني راشدين. شو رأيكم؟ أيها بتزبط أكثر؟ السر هو إنه تشوفوا معنات الجملة وتجربوا من معنات الجملة تحذروا أي أوبشن هو الصح. عم قول أنا إنه نحن هلأ صغار أو يافعين، لما نكبر شو منصير؟ كلنا منصير معلمات أو كلنا منصير راشدين؟ راشدين، grown ups. فإذاً الجواب الصحيح هو grown ups. شفتوا كيف من وراء معنى الجملة قدرت أحذر معنات adults؟ فإذاً adults معناتها grown ups. تاني جملة، سارة does many chores to help her mom، يعني سارة بتعمل كتير chores. ما رح قلكم شو معناتها، to help her mom، تتساعد امها. شو يعني chores؟ small tasks، يعني مهمات صغيرة، او troubles، مشاكل. شو بتعمل سارة لتساعد امها؟ معقول بتعمل مشاكل؟ اكيد لا. small tasks يعني مهام صغيرة، chores معناتها small tasks. بعمل circle انا على small tasks. فإذا adults يعني grown ups، chores يعني small tasks. منكمل. سارة giggled when I joked. giggled لما أنا نكتت أو قلت نكتة مزحت. شو يعني giggled؟ laughed ضحكت أو cried بكت. أيها أولكم صح؟ أنا لما نكت أو أمزح تضحك سارة أو بتبكي؟ تضحك. فإذا giggled معناتها laughed مش cried. laughed not cried. فإذا أصدقائي adults يعني grown ups، chores يعني small tasks مهام صغيرة، adults راشدين، grown ups giggled laughed. giggled يعني ضحكت. ما تنسون استخدمت أنا أصدقائي المعنى من قلب الجملة، جربت أفهم شو معنات الجملة، وبهالطريقة استنتجت معنات الكلمة يلي ما بعرفها. هلأ أصدقائي قبل ما نختم الفقرة تبعنا، تعالوا نتذكر our body parts. head، forehead جبين، eye العين، nose أنف، ear الأذن، tooth سن، mouth الفم، neck الرقبة، chest الصدر، shoulders
shoulders اكتاف, elbow كوع, arm ذراع, finger الأصابع تبعنا fingers, hand يد, knee يعني الركبة, leg رجل, foot قدم, ankle يلي هو الكاحل أو كعبنا. ما تنسون أصدقائي دايما تدربوا عليهم, وقفوا بالبيت وبلشوا head, forehead, stomach, تذكروا كل الأعضاء. أنا هلأ بدي وقف, بدي خليكن اترككن لحالكن ترجعوا تعملوا مراجعة وتتذكروا كل شي تعلمنا اليوم. بدي ودعكن وشوفكن بالحلقة المقبلة. ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasati67kids. ودعكم, شوفكم بالحلقة المقبلة. باي. Forehead, leg, elbow, knees, toes, feet. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. Love is caring, as you can see. It's helping and sharing, sharing for free. Lots of love, lots of love. I feel lots of love in my family. My family helps me and you. We care for each other and we care for you too. You too.